الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الأحد الأول من شباط. تقارير ومحطات كثيرة رح منكون على موعد معها خلال حلقتنا، وضيفتنا لليوم هي الممثلة أمال عفيش أو شويكار، لنحكي أكثر عن مسيرتها بعالم الفن. البداية مثل العادة بتكون مع اتصالنا المباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية، اليوم معنا على الخط أستاذ وسام عبد الله. صباح الخير. أهلا، صباح النور، كيفك؟ الحمد لله والله تمام، مبسوط بهالشمسات اللي جايين. شفت حلوين هالشمسات؟ ايه، كيف رح يكمل طقس اليوم؟ اليوم طقسنا مستقر تماما. اليوم حنشوف طقس كله شمس، حنبلش نحس بارتفاع ملحوظ بدرجات الحراره بما يقارب 3 درجات او 4 درجات. الرطوبه حتكون منخفضه والهواء حيكون رايق، يعني طقس اليوم طقس نعتبره طقس كثير حلو. طقس صيف. ايه يعني ناقص خارج ثلج سكي. كثير. نعم. يعني بنصح بهالطقس انه يصير فيه هيك نشاط معين، بالاخص للي بيحبوا يعني مثلا انه يروحوا شيء هيك متفضل على سكي او على شيء، يعني طقس كثير حلو هاليومين. نعم. لاي متى رح يبقى هيك الطقس؟ هلا التنين كمان الطقس رح يكون مشمس، حنشوف كمان ارتفاع اضافي بدرجات الحراره. ارتفاع كمان عن اليوم؟ ايه كمان حيكون في عنا ارتفاع عن اليوم كمان شيء درجتين كمان. نعم. والثالثة كمان طقسها بيكون بلش شوية غيوم وبتنخفض الحرارة ابتداء من بعد الظهر، يعني بصير طقسها يعني يقرب شوي للبرودة أكثر. نعم، قد ايه رح تكون درجة الحرارة اليوم؟ درجة الحرارة على الساحل نهار الأحد من 10 ل 21، بالجبال من 6 ل 17، الأرز 3 تحت الصفر ل 12، بالداخل من 6 ل 20، والهواء كمان عم بيكون شرقي، عشان هيك عم نشوف جنوبي شرقي، يعني ناشف وشوية الهوية عم تكون دافية. ما في شيء ضيق من 10 ل 30 كيلو متر بالساعة الريح، يعني الطقس مثل ما عم نقول انه الطقس كثير حلو، ومثل ما وعدناك الحرارة اليوم حنرفع لك اياها درجتين كذا. في امطار شيء الجمعة الجاي ولا لا؟ مش مبين بعد في شيء. هاليومين ثلاثة مش حلو. مش مرتقب الامطار عنا، يعني حتى إذا ممكن إذا ما بعرف إذا الأربعة بتعطي شيء، بس إنه شيء يعني بعد ما عم نحكي بالأمطار. خلص هلا هيك أحسن شوي، الطقس يكون مشمس. وكمان الأمطار ما بتشكي من شيء هيك. أكيد بس خلص كثير. أوكي أستاذ وسام عبد الله، بنتمنى لك نهار حلو، بنتشكرك على التفاصيل. بيارات اليوم بونجور. بونجور جوال لك ولكل المشاهدين. الحمد لله على السلامة بيارات. ميرسي، الله يسلمك. كريستوف ميرسي كثير. يلا انا اشتقت لاخبار الصباح، يعني اخذنا اجازه 40 يوم وهلا صار وقت نرجع اكيد على حلقتنا اليوميه، والبدايه رح بتكون مع عناوين صحف يوم الاحد. اليوم الاحد ما في كثير صحف، خلينا نشوف شو العناوين. جولتنا لليوم رح بتكون مع عناوين صحيفة الحياة. السيسي يتوقع مواجهة صعبة وقوية وشريرة مع الإرهاب. القاهرة تصنف كتائب القسام منظمة إرهابية، وحماس لم تعد تعتبرها وسيطا. معصوم للحياة، داعش فكر متطرف وحقد بعثي وتراث اغتيالات. علي صالح يتمسك بالحل الدستوري لترشيح ابنه لرئاسة اليمن، هادي يرفض التراجع عن الاستقالة. بروجردي وعد سلام بنقل طلبه المساعدة في انتخاب الرئيس اللبناني، وزوجة المولوي زارته في عين الحلوي. السنيور اعتبر كلام نصر الله تفردا وإلغاء للمؤسسات. البشمركة تستعيد حقل خباز نفطي من داعش. محاولة فاشلة للاتفاق على هدنة ملزمة بين كييف والانفصاليين في مينسك. أستراليا تتزعم القارة الصفراء. وبالصفحة الخاصة بالأخبار اللبنانية بصحيفة الحياة لليوم، في ندوة نظمها معهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية عن محمد شطح، السنيورة كلام نصر الله متفرد ومتسرع. خطاب نصر الله يثير تساؤلات حول مرجعية القرار. جعفري، ردنا ورد حزب الله قد يكون واحدا. بورتولانو ناقش مع بري منع أي تصعيد في منطقة عمليات اليونيفيل. رئيس الحكومة عز السيسي بشهداء الجيش المصري، مفاوضون أوروبيون للسلام نولي أهمية للبنان. ودايما مع الحياة، استجال على خرق قرار 1701 تقني، فيما المواجهة إيرانية إسرائيلية، إلغاء قواعد الاشتباك لأنها لا تشمل الجولان. وختاما بالحياة، لقاء تمهيدي لمؤتمر الدائم لسلام لبنان. جولتنا متابعة معكم، وبصحيفة المستقبل لليوم، اللقاء عون جعجع حتمي بعد نضوج إعلان النوايا.
المستقبل لنصر الله حذار قواعد الإجماع. العبادي يدين استهداف السنة في مناطق سيطرة الميليشيات الشيعية، مقتل خبير داعش الكيميائي وقيادات بضربتين للتحالف. القضاء المصري يصنف القسام إرهابية وحماس تندد، السيسي لن نترك سيناء للإرهاب. واشنطن بوست اغتيال مغني أعدته CIA وإسرائيل. روحاني يتهم المتشددين الإيرانيين بعرقلة الاتفاق النووي مع الغرب. الأحزاب اليمنية تفشل في التوصل إلى حل لأزمة استقالة الرئيس والحكومة. وضمن نوافذ لليوم بصحيفة المستقبل، 4 سنوات على اندلاع أولى شرارات الثورات العربية. الربيع العربي في سيرتين. سندان إسرائيل ومطرقة المقاومة. صور بعدسات أطفال سوريا في لبنان. ودائما بالمستقبل وبالصفحات الداخلية، الوضع الداخلي على طاولة مجلس الشراكة اللبناني الأوروبي. وبالختام بين القنيطرة ومزارع شبعة، أين لبنان؟ وجولتنا نختمها لليوم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. صالح يسعى لتهيئة أجواء الرئاسة أمام نجه أحمد. إسبانيا على خطى اليونان. تداول تؤكد استهداف ضمان عدالة السوق. السعودية تقترب من خصخصة السوق المالية بالكامل. محكمة مصرية بعد حظر القسام أصبح همها النيل من أمننا. السيسي يتوقع حربا صعبة ضد الإرهاب ويوحد قيادة شرق القناة. وزير الإعلام للشرق الأوسط، حق التقاضي متاح. البحرين تسقط الجنسية عن عشرات على صلة بإيران وحزب الله وداعش. وبالختام، مصير الطيار الأردني ما زال مجهولا. داعش ينهي ملف الرهين الياباني الثاني وطوكيو تحقق. هيك بنكون وصلنا على ختام جولتنا على الصحف القليلة اللي صدرت اليوم. بننتقل هلأ مرة جديدة لعن جوال. جولة على أبرز المواعيد الصحفية. وبمناسبة مرور 40 عام على غياب كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وبدعوة من لجنة تكريم رواد الشرق، رح يشهد قصر اليونسكو على مهرجان لأحياء هالذكرى يوم الثلاثاء المقبل بثلاث شباط تاريخ غياب أم كلثوم. ومنشير إلى أنه السيدة أم كلثوم سبق وغنت بقصر اليونسكو مرتين بالعام 1954 و65. الحدث رح يكون بالتنسيق مع وزارة الثقافة بلبنان وبمشاركة الأوركسترا الوطنية بقيادة أندريه الحاج، ورح يتخللوا أيضا العديد من المحطات التكريمية وبمشاركة 4 فنانات من الدول العربية بالإضافة إلى حضور رسمي. الافتتاح إذن كان امبارح ب 31 الشهر ورح يستمر لثلاث الشهر. عذابه عذاب.
أصدرت دار نوفل العربية للنشر الأعمال الكاملة لجبران خليل جبران بمجلدين بضم المؤلفات العربية الكاملة والمؤلفات الإنجليزية الكاملة، وأيضا بتضم ترجمة جديدة لكتاب النبي ورسومات لجبران الملونة والأصلية. استغرق وقت جمع هالرسوم سنتين ونص بعد التواصل مع لجنة جبران الوطنية ومتاحف عالمية للحصول عليها. عم نسمع المحبة من السيدة فيروز. على بيادرها تدرسكم لتظهر عريكم، فالمحبة تطحنكم فتجعلكم كالثلج أنقياء، ثم تعدكم لنارها المقدسة لكي تصيروا خبزا مقدسا يقرب على مائدة الرب المقدسة. بريك أول بحلقتنا، بنرجع منتابع أخبار الصباح، خليكم معنا. منتابع وضمن البرنامج الموسيقي اللي بتقدمه البلو نوت كافيه بالحمراء، موعد جديد مع الفنان زياد الرحباني بكرة التنين، والثلاثة موعد مع العزف العود مع عفيف مرهج. بمناسبة اختتام سلسلة النشاطات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الساعة 11:30 احتفال إنشاد لفرع خريجي الجامعة اللبنانية الأمريكية ببيروت من تنظيم منظمة شفاء، وأيضا موعد تاني بالجامعة الأمريكية مع فرقة هارموني باند يلي رح تقدم مدائح وأناشيد يوم الثلاثاء المقبل الساعة 4 بعد الظهر. بالذكرى الثالثة على غياب النائب والوزير نسيب لحود، دعت حركة التجدد الديمقراطي اللي كان يرأسها إلى ندوة بعنوان نسيب لحود ذكرى وعبرة، بيشارك فيها نبيل دفريج، سمير عطلة، زياد ماجد، وبتديرها الندوة الإعلامية جيزال خوري يوم الجمعة المقبل الساعة 5 بأوتيل فينيسيا. ضمن المحطة الأسبوعية اللي منشهدها بالعودة إلى الزمن الجميل، يوم موعد مع السيدة فيروز، وإذن من حفلة الأندلس وقفتنا إذن مع السيدة فيروز اللي قدمت الكثير من الحفلات اللبنانية والعالمية، إنما اليوم منشوفها من حفل سينما الأندلس سنة 66 بالكويت. إذن أهلا أهلا فيكم، أهلا
الله. وبعدها من بعيد بتموج بتموج بغيم وتلوج، يا ناس الحلو بالخاطر وصوح وفلس ونروح. مفصول الحلوين الظل وعشبابيك الشمس تظل، هاتي غني غني وخلى الدنيا تتلو الفل. كنا عم نشوفه اذا مشاهد من حفل سينما الاندلس سنه 66 بالكويت، كرمال هيك كمان عم نشوف انه الصوره مش كثير منيحه. اليوم مثل العاده كمان نهار الاحد محطه مع الاعلاميه ورده قبل دقائق من برنامج الاسبوع المجالس بالامانات. معنا على الخط الاعلاميه ورده، جاهز الاتصال. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ صباح النور جوال واهلا ببيرات. شكرا. أما عن عناوين المجالس بالأمانات والمتفرقات، فأولا خطاب طير النصاب. نعم. عنوان آخر، هل بلا سيرته رئيس للبنان تأخرت مسيرته؟ بين العناوين خطة البقاع الأمنية على حدا، لا تخلي شوفك حدا. أما الخاص فمكافحة الإرهاب. وشخصية منيح على الخط شخصيتين. أما ضيفة المجالس بالأمانات لليوم فالدكتورة منى فياض وآخر الدراسات والأبحاث. إلى اللقاء 8:30 إذاعة الشرق. إلى اللقاء. شكرا لك الإعلامية وردة. إذا بتمام الساعة 8:30 على إذاعة الشرق نرجع ننتقل مرة جديدة عند بيارات لحتى نشوف حركة السير لليوم. اتصالنا مع غرفة التحكم المروري صار جاهز ومعنا على الخط المعاون أول محمد معطوق يلي رح يعطينا تفاصيل طبعا الحركة هلأ خجولي بس تنشوف كمان شو ناطرنا خلال النهار. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. مثل ما ذكرتي حضرتك مثل كل نهار أحد وعطلة بيكون عنا حركة خجولي مبدئيا صباحية، أكيد بعضها نحن متوقع حركة أنشط من غيرها، بكون كل الناس من الجبل بتنزل على بيروت. نعم. بتشهد حركة ناشطة أكثر من هالوقت هيدا. نعم. مبدئيا عنا حركة ناشطة على جميع المحاور وجميع الطرقات بهالوقت، ما عنا أي عوائق، واليوم ما في عنا أي أعمال أو تسكير طرقات أو إقفال طرقات لغاية اليوم.
بالنسبة لحوادث السير خلال 24 ساعة الماضية صار عنا 5 حوادث نتج عنهم 8 جرحى. نعم. هذا مبدئيا بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة. الحمد لله أنه عم تدنى الحوادث تدريجيا. يلا هيدا شيء إيجابي أكيد، ورحنا عم نلمسه من خلال أكيد الأرقام يلي عم تعطونا إياهم بصورة يومية. أكيد يعطيك العافية. نعم. الله يعافيك وشكرا لك. نحن رح نتوقف هلا مع تاني فاصل، ومن بعده تقرير أخبار الصباح بتبلش، ومثل ما ذكرنا ضيفتنا لليوم الفنانة أمل عفيش لنعمل معها جولة على مسيرتها الفنية. ضلكم معنا. صباح الخير من جديد. تقريرنا اليوم بعيد عن زواريب السياسة والضغوط المعيشية، اليوم محطة من الأشرفية عن المواطنين وقصتهم مع الكلاب، معاناة أهالي المنطقة يلي من المفترض أن تكون من المناطق النموذجية من حيث النظافة. تفاصيل أكثر عن هالموضوع من تبعها مع زميلنا بول صغيب. بالأشرفية حالة طوارئ، وعند الناس استنفار شامل. انتبه خطر ألغام، وبساعة تخلي كل مواطن معرض انه يدعس ببراز الكلاب المنتشرة عشوائيا على جوانب الطرقات والأرصفة. البلدية غير مسؤولة عن الأضرار، ولما سألنا الناس الغضب الساطع آتن. يي أنا كان بدي شوفكن لإلكن لأنه عن جد صرنا منتفركش بالطريق، لأنه بدنا نشوف كيف بدنا نمشي. أنا لا بمشي على الطريق، ما بمشي على التروتوار، لأنه كل التروتوار الأشرفية مليانة خلاقليب، وأجل لك اللي مربين الكلاب ما بدنا نورد. بدعسوا عليهم العالم، مش عيب عليهم؟ وين البلدية؟ هاي بلدية قاعدين يتفرجوا على النسوان بيحرقوا دينهم، لازم من معه كلب. أنا 100 مرة مبهدلهم، طب ولو معقولة هيك يترك كاكا بالأرض؟ ما شيلوا له اياهم، عيب. بتتقلي اياها بيجي موظف البلدية، ما كلهم هدول هيك من هول السنوبيس يعني. نزل على الزمايزة، عنا محلات بالزمايزة، صاروا كلهم تتتتي تاتي تتاتو. دولي دودي دولي بدي اقول لك ما تنطفي بالبيت، نطفي الشارع. تخليه بالبيت. ما في غير حل. اذا الشوشو تبعه ما في. لكن خلينا نحن كمان ننزل العالم بالشارع. بده يكون واحد شوي عنده ذوق، اذا ماشي كلب ياخذ معه كيس او جريده او شيء بيحطه بقلبه. برغش وقرف، اوقات مثلا بالليل واحد بيكون ماشي بيدعس بالوسخ، ما بيشوف يعني، ما بيكون في لا اضاءه وما بيكون في شيء. انا برايي لازم يعملوا مثل بلاد اوروبا، بيدفعوا امبو ضريبه لكل شخص ما بيلم هالوسخ يعني. الكلب سي لو بلو بيل امي دو لوم، سي ان كومبانيون فيدال. برا باوروبا كلهم عندهم كلاب، وشو بدنا نحكي عن جد عم تحكوا على الكلاب ولا غير شيء؟ عيب عيب والله عيب عيب. أنا دايماً بخنقهم، ولو بتشوف أختي، عندي أخت ياي والله بتدعوس بتشرم هيك بتشلها لإنية. قالت لها خديه على البيت، مش بتخليه بالشوارع. أي وحياة الله، أنا عندي أخت يا باي. صرنا عائلين له مليون مرة، عرفيني نفسنا من هالأشياء. أنا دايماً بقول شي هالمنطقة صارت بتقرف، كلاب هون بيعملوا بيبي، هون بيعملوا كاكر، شو هيدا؟ لا هلا محشور الكلب يعني شو محشور؟ هي اللي لازم تكون هي مسؤولة عنه، ما يعمل كاكا بالطريق.
أخ يخرو أنا رايح أرجع على كندا ما لي شغل بقى هون. ما في ناس هناك فهمانين بحكوك إنجليزي فرنسي متعلمين بيفهموا مهذبين ككانتهم ما في عالطرقاتهم كله نظافة برا فرنسا هيك يا حبيبي تشوف الواحد معه كلب كلبين ماشي بالشارع بيخرب بضلوا ماشيين مثل فرنسا يعملوا طرقات يعملوا محلات خاصة للكلاب مثل ما عاملين بعملوا بفرنسا بأوروبا أنا رحت باري بأوروبا كلها أنا بحري كمان كل عمر البلد هيك هيدي وصلنا لخير ايه بيخلص أول وجه تلو بوجه الثاني زيت الشيء ما فينا نحكي فيها كثير هاي بتوجع الراس هلا بعد شوي لأن الدولة مع كلاب بحديقة الجيتاوي لاحظنا أن القطط صديقة للزوار فخطر على بالنا سؤال شو بتفضل الكلاب أو البسينات الكلب وين ما كان بيعمل بيبي لبسين لبسين بيطم ايه لبسين كتير مثل بني آدم تقريبا ايه معلوم اهلا لبسينات ما بي لا ها يا حي بسيني ها شفتها هو الكلب اوفى بس لبسين يعني انضف انا بحب الكلب لان لبسين غدار لبسين ما له صاحب الكلب تاخذ صديق لك بعت لك ان شاء الله ما في بني ادم بيغدر اكثر انا ما بحب لبسينات ولا بحب الكلاب بحب العصافير والطيور لبنان كان سويسرا الشرق يجوا ياخذوا من عنا الذكاء والفهم هيك صف كله كلاب انت كان يفوت كلاب على بيوتهم هول اللبنانيه ايه حسب التربيه بتقول لك الكلب مخلص اكثر من الرجال زي صعيفة أي محطة أنا بنت الأشرفية ما بخاف إلا من اللي خلقني ومن تقريرنا من الأشرفية مننتقل هلأ وتحديدا مع الأجواء الموسيقية من البلونوت كافيه يلي أعطت موعد لكل محبي الجاز مع الموسيقى أفو توتونجان يلي رافق كبار الموسيقيين بالدول العالمية أجواء هالأمسية من تبع سوا بها التقرير بعمر 13 سنة أحب موسيقى الجاز فذهب إلى أمريكا ليتخصص بهالنوع من الموسيقى فأصبح جزء من حياته وعمله أفو توتونجان عازف موسيقي بارع رافق كبار العازفين والفنانين بأمريكا ومعظم الدول الأوروبية وبقلب البلونات له جمهوره وزاويته الثقافية وبرفقة عازف البيانو فادي فرح القادم خصيصا من فرنسا قدموا سهرة ممتعة على أنغام البيبوب ستايل هيدا الجاز نعتبره الجاز الأصلية اللي بلشت بسنة 39 لحديت 59 يعني السنة اللي أنا خلقت مات الجاز الأصلي في كتير أشياء تربط مع بعض الموسيقى العربية مع الجاز أم كلثوم مثلا واحدة منهم في أكترية الموسيقية اللي بعرفهم بنيويورك الكبار كلهم عندهم ديسكات أم كلثوم بالبيت يعني تلقيت بأفو أنا قبل ما أفل على فرنسا ولعبنا وكان عنا نفس التيست بالميوزيك أفو توتونجان هو تاريخ بالبلونوت وهو أستاذ كبير بالموسيقى صحيح هو رجل أعمال بس هو محترف بهمنا كتير ندعم يعني الأشخاص مثل أفو اللي هني عم يقدموا مستوى موسيقي وحضاري كتير كبير على
على آلة الساكسفون تفاعل آفو مع الموسيقى الأحب على قلبه، وأيضا تفاعل الجمهور معه. آفو بتصور من واحد من أهم أشخاص بالجاز بلبنان، لأنه إيثينك هو من الوحيدين اللي له عم يدق جاز من 15 سنة لهلا. بعتبر آفو عنده إحساس، وهذا المهم بالموسيقى، تطلع الموسيقى من قلب عاطفته وقلبه. آفو أولا صديق، وثانيا عازف موسيقي مميز، وثالثا الجاز بلبنان شغلة مش كل يوم تلاقيها. Je suis ici bien pour voir un quartet de jazz. C'est pour nous une habitude de venir dans ce lieu découvrir des nouveaux groupes. البلونوت هو زاوية ثقافية وفنية اجتمع فيه كبار الفنانين الأوروبيين، واليوم هو وجهة أساسية لمعظم اللبنانيين يلي بدون يطنشوا الأخبار السيئة وينسوا تعب الحياة. صراحة مع الجو اللي عايشين فيه والشحن اللي عايشين فيه، جاز صار أساسي، يا جاز يا إدوية. يعني الواحد بده يظهر شوي من هالأخبار اللي عم يسمعها، وبعتقد انه افضل شيء تينسى هالاشياء انه يجي يسمع سبيشالي جاز. انه دائما الثقافه ببيروت موجوده، والمسرح الثقافي على طول بتطور دائم، سو جزء منه الجاز، والبلو نوت صاروا شيء حوالي 20 30 سنه كمان جزء من تاريخنا وتاريخ راس بيروت خصوصا. وصلنا لفقرة أكثر بينطروها، وهي فقرة كلمة اليوم. رح نرجع نتابع كلمة سبق وشفناها خلال أسبوع من بعد بريك ومنرجع. مرتي قهارة وماتت، طلقتها لأن ما بتسوى، كانت خبت الوالدة. 830 مليون نفع، طلقتها جزارة. لا شيطاني، ما بكتب شيء، مالي معي مالي معي. لا. جزارة تعرفت عليها، طلعت جزارة شيطانية. رجعت للسوق ذاته، سامع بإبليس؟ مين إبليس؟ إبليس بيدخل بإيه؟ إبليس داخل براسها. مش عم تصلي ليسوع؟ قلت لي بدي فقرك، أخذت مني 130 مليون نفقة. إجا يسوع قال لي بدي أغنيك، وغناني بالمال، غناني بالمال، ويا رب تبع الضربات. أنا مدير بنك اللبناني للتجارة 33 سنة. جوزيفين ذاك كبوت 2000 دولار، قريت تعرف تقري؟ اجا يسوع قال لي يسوع بدي اغنيك، لكن مرتك شيطانيه، خلصت منها بقوه الله، بدي نايمك انت امك بالانيه. يي دخيله كنت مت، حبيت وحده دخيله اجريك قتلت دخيل، ما نام انهار اعصابي راسي، حبيتها كثير كثير كثير، ما قدرت اتجوزت، احذري ليه، كان امي وبي معي بالبيت، بصير مشاكل، بس صرت الوضع منيح تجوزت يا حرام، موت فيها، بعدني بحبها من 40 سنة، قاعد بيجوني، بدك اسمها ولا ما بيسوى على التلفزيون؟ تجوزها بيزعل، ما بيصير، بعدني بالمدرسة وعم بشتغل بالبنك، ما بلحق تقعد مع أمي بصير مشاكل، هيدي نور إلهي بيجي، مش أنا، طلع كل ما أشوفها ناس، أعصابي بالمرة حبة حلوة، سامعة بشي اسمها راكل وولش مسلة أجنبية، هي ذاتها بتحبني يا حرام دخيل إجا، بعدني اليوم بحبها، بلا سامحيني يسوع، الله يسامح لأنه ما قدرت تممت واجباتي معك، كنت وضع المادي مش مزبوط، أمي وبي وأختي كيف وحمام واحد، شو بقدر أغلي؟ شغل راسي، لا بتفل بترجع، يا حكي هذا كله، خبطوا بعضهم، أنت عملتي أنت كويتي أنت، كتر خيرك يا يسوع، هلا عشية وين بروح؟ هسأل كان في دفن قرابتي نبيل طبانجي ماتي حرابتي على هلا بروح على سيارته بصلي على شيء حتى يسوع يقبلني فوق، ما كون ابليس، هيدي المره عندي ابليس بدماغها كانت تسرقني، ما خليت مصاري بجيبي، انا بالمعلم حبيبي لمين؟ الاولانيه موت باجري هلا، حبها بحبها بحبها بحبها، بس اقعد معها ثلج ثلج، وبدي اياكم عشان نفس حبها،
هذا بكون عم تسمعني ما بعرف شو لك يا لا 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 احكي كل شيء بس ما بوصل هذا مش هيك بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك وما سالتش بيا يبقى كفايه عليا عشت ليالي يا احلم بيك انا بحلم بيك الله اللي بحب وحده وبتحبه كانه ملك العالم بالميل واذا اخذها ما بتحبه بكون شيطان وابليس داخل راسه اللي بحب وحده مزبوط بحبها بحبها واذا اخلصت له لازم ضل يحبها وبخر اجريها حبيتها وما قدرت جوزتها لانه وضع المادي كان منه بس بتقولي مش ايه ما قدرتش حبيتها ما بدي اتجوز لاسباب ماليه لا حبيته ما تجوزت يعني انا خايم كون بدي اوضح لك لا ما هيك معلم حبيتها وما قدرت اتجوزها لاني بدي خليها تفرح ما كنتش انا مكسور او شيء ما قدرت اتجوزها حبيتها 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 هو كلهم بعدين شياطين حبيتك حبيتها بحبك بحبك وبعد بحبك ايه حبيتها اسمعني كلمة اليوم بحبك 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 وبعد 3 سنين بموت بحبك حبيبتي انا ما كنت بالكونسفيرتوار والله 7 سنين بكونس دخان ما بشرب على ما بشرب ان كنت حبيبي ساعدني كي ارحل عن او كنت طبيبي ساعدني كي أشفى من لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أبحرت لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ الله يلا حبيبي ميرسي امتين قولي لي امتين 8 الصبح بعد بكره الحب الاصيل بينشحك بحياتك وما بتصل ما بتضعفي والمره الشريره يا ويله من ابليس حبيبي لغيني سوفيها سوفيها ايه غني سوفيها سوفيها هو ضل حدا ما غنى بيناتنا حتى انا غنيت يا استاذ بلبل نعم يا ابني هالزمن زمن المغنيات الفاتنات ما فيش طرب احسن من طرب كلام فارغ اللي عم تحكيه ليش كلام فارغ خرضوا على جهله وعرف يحكي ارجوك مدام انا مش جاهل انا فيلسوف ايه بلا فل شفتك هلا اجتاز بالبول يا نعم شو رأيك بسويكار هو يعني منظر جميل ولكن لا الهيئة رح نوصل بسرعة بالبول نعم أخلي كفي حاضر بتأمري اتفضل كفي يعني رأيي لازم اني اسمع صوتك لأعرف شو الخامش وشو شو صوتك شو مدى لا مزبوط سمعي شو غنية ترقي شو غنية خلي شوف موهبك يا الله خستك مش رارح بطير لحقتك عالإثارة ما وقفت كتير
حبي سمع الطار يا حبي سمع الطار يا حبي سمع الطار يا حبي سمع الطار كان بدها سبيكار بدلت عرشة إيش وتشكن أحلى دار عروش وعريش كان بدها سبيكار بدلت عرشة إيش وتشكن أحلى دار عروش وعريش وخلي الزهرة تتقهقر وخلي الزهرة تتقهقر 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 يا حظي سمع الطار يا حظي سمع الطار يا حظي سمع الطار يا حظي سمع الطار سفتك سفتك بالشيارة مش رارح بطير سفتك سفتك بالشيارة مش رارح بطير لحقتك عالإسارة ما وقفت كتير يا حظي سمع الطار يا حظي سمع الطار يا حظي سمع الطار يا حظي سمع الطار صباح الخير الفنانة أمل عفاشاني مبلشين هيك بابتسامة كتير عريضة اليوم لقائنا معك شفنا مشاهد من حلقة جنون فنون من الدنيا هيك بدور سويكار دور يلي انت سويكار بالشيارة شويكار دور كتير حلو دغري يعني بس نقول أمل عفاش دغري هيدا الدور يلي أول دور بيجي على بالنا مع أنه لعبت ألعاب كتير لعبت أدوار كتير وينك هالأيام؟ أول شيء بدي أقول لكم صباح الخير أهلا وسهلا صباح الخير للمشاهدين وإن شاء الله كل أيامكم سعد و شيخ سعد وفرح يا رب هيدي الدنيا هيك وبعدين لعبت كمان أدوار دراما ميلو دراما الحمد لله يعني ربي عطاني أكثر ما بستاهل لعبت دراما نجحت ميلو دراما يعني أنا لما بقعد أتفرج على الدراما اللي اشتغلتها ببكي بدون ما أحس ولما بتفرج على الدنيا هيك بضحك بدون ما أحس بعد بعدك بتقدري تقولي السين شين والشين سين طبعا سوفيها حافظتيها لا سفتك سفتك بالشيارة مش كلها بس ايه حافظ غني لنا اياها شوي سوي سوي سفتك سفتك بالشيارة مش رارح بتطير لحقتك على الإسارة ما وقفت كتير يا حظي سمع الطار يا حظي سمع يا حظي سمع الطار يا حظي لا حظ كثير حلو فيكم ومعكم كنت عم تقولي لنا انه اهلك انتم عم تتمرنوا بالبيت يقولوا يا عمي شو صار له هالبنت ايه خوتي كيف كنت تتمرني؟ لأنه في حركات كمان أنا يعني بستعمل حركات بس طبعا مش أوفر فأعمل نفس الحركات أنا عم بحفظ يقولوا خلص خوتي هيدا هيدا بس وقت يكون في دور كوميك يمكن بالأدوار الجدية لا غير تقنية كنت تعتمدي أكيد بس لأنه يعني ما تفتكري أنه شيء سهل سين شين وشين سين فأتمرن عليها كتير بتعرفي لأنه دور الكوميدي يمكن الممثل هين يوقع بفخ أنه ما يوصل الرسالة مثل ما لازم ساعتها المشهد بيطلع نوعا ما يعني بايخ أو الرسالة يلي من وراه ما رح توصل أما وقت أكيد بيأدي دوره مثل ما لازم ومثل ما أديتيه هلأ أكيد النتيجة بتطلع حلوة إيه بس رح أقولك شيء أنه دراما فيك تشتغلي دراما وكتير سهل أنه تشتغلي دراما عادية أو ميلو دراما بس انك تضحكي شيء كثير صعب مش هين وانك ما تتعدي حدودك يعني تشتغلي اوفر صح تضلي نعم بحدود اللي انت عم الكاركتير اللي انت رسمتيه لنفسك وفي المخرج كمان بيلعب دور لانه اوقات الممثل بيفلت بدون ما يشعر بده دائما اداره من قبل المخرج ايه فالمخرج بيجي بيضبطه شوي هلا انتوا عم تحضر الدنيا هيك انت بعدك عم تضحكي شو كان يصير معكم مواقف بتضحك ايه نبقى نضحك اوقات نوقف تصوير ونعيد فيه يعني لانه كلهم يعني كل يلي اشتغلوا بهيدي المسلسل الدنيا هيك فيك تعتبري انه كلهم ابطال
مظبوط يعني واسامي كثير كبيره انت عصرتيهم مع مع حفظ الالقاب طبعا. يعني الله يرحمهم مثلا فريال كريم، ليلى كرم، ليلى كرم، الياس رزق، علوش، ماجد افيوني، ماجد افيوني، درواندي، يعني كانوا اشخاص انا لما جيت بدي اشتغل بالدنيا هيك وقتها قال لي استاذ محمد بعدين ما تنسي انه الكاتب له تأثير كبير. بالزمان سألوا لألفريد هيتشكوك قالوا له شو هو اللي بينجح العمل؟ قال لهم السيناريو ثم السيناريو ثم السيناريو. إذا ما في عندك مواد بإيدك، إذا ما عندك لنقول نحكي كست بيت، إذا ما عندك عدس وعندك حمص وعندك بالبيت مثلا خضرة ما رح تطلع ما فيك تعملي شيء. هيدا الفن نفس الشيء، يعني إذا ما عندك مادة بإيدك ما فيك تعملي شيء. فالله يرحمه أستاذ محمد شامل كان عبقري، يعني دعانه إنه يرحل عنا. لما اجى قال لي انه انا بدي اياكي بالدنيا هيك، فانا كان عندي وضع كنت حامل وما فيني اشتغل. قلت له يا بابا خلينا يعني لحتى هيدا. قال لي طيب. هلا صرت اتفرج انا بالحلقات الاول خفت. قلت انا اذا بدي ادخل امال عفيش عادي بهيدا المسلسل بدي روح دعس. ما فيها لا ما في لعب بالقصه. فشو عملت؟ قلت له بس اجى ترم انه يعني طلبت منه انه انا صرت حق جاهزه اني اشتغل. قال لي ايه يلا رح اكتب لك. قلت له بس اسمع لقلك. قال لي شو؟ قلت له بدي كاركتير. قال لي شو حاطه شيء براسك؟ قلت له ايه. قلت له بدي اياها هبله ومدعيه انها هي بتفهم وهي ما جاهله بالمره وغنيه معه مصاري وبدها تتجوز ومش ملاقي عريس. والاحرف السين شين وشين سين فكره مين؟ فكرتي. اوكي. وبتحكي السين شين والشين سين. قال لي يا بابا كاركتير حلو. قلت له يلا على الله. الحمد لله نجحنا. نعم. اذا ما نحكي عن بداياتك، بلشت اول شيء بمسلسل زهره الجاردينيا. بتقولي انه الفنان عماد فريد هو اللي اكتشفك. الله يرحمه. ايه وله فضل كبير علي لانه انا عمتي مطربه بالاذاعه اللبنانيه. كانت مع الرحابنه يمكن كانت كمان. مع الرحابنه. شو اسمها؟ امال صادر. سمت اسمها على اسمي هي بس هي اسمها ديامون. فكان بزياره عند عمتي وانا كنت موجوده فيمكن لفت له نظره وجهي. قال لها بنت خيك يعني وجهها فوتوجينيك، بتحب تشتغل بتحب تمثل؟ قالت له ما بعرف سألها. قال لي بتحب تمثلي؟ قلت له ما بعرف. قد كان عمرك؟ شي 19. قال لي بتحب تمثلي؟ قلت له ما بعرف سأل عمتي. انا ما بعرف اذا بحب مثلي. ايه لا بس بدي اشوف يعني رأي عمتي، بركي عمتي قالت لي لا او شي. يعني بتعرفي زمان ما كنا مثل هلا. صح بدنا يعني نرجع دائما لرأي الاهل الكبار منا. فقالت لي عمتي اذا بتحبي ايه ليش لا؟ ف فت قال بدي اعمل له قهوه. فت لحتى اعمل له قهوه عملت له اياها بملح. عم بتمثل من فرحتي. لا من فرحتي الملح حد السكر ما انتبهت انه هيدا بيلمع وهيدا ما بيلمع. يلا حطيت عملت قهوه بملح. فكان يعني بس نتيجه فعلا. القهوه المالحه طلعت نتيجه ايجابيه. واكيد هيك اخذت اول دور لك. اشتغلت كمان مسرح وتجربه كثير كبيره كانت مع شوشو مع نزار مئاتي، اسامي كبيره كمان يمكن شاركت بنهضه المسرح اللبناني. خبرينا اكثر عن هالتجربه. صح. انا مع عمتي بتغني وانا كمان عندي يعني صوت ما بيشي مش بي كان يعزف يمكن كمان بي كان بي كان اجمل الاصوات وكان لما يجي المطران يصلي بكنيسه السيده بالاشرفيه بي اللي يخدم القداس وعماتي ايه كان اصواتهم كثير حلوه بس مش انا يا ريت اخذي صوت من اصواتهم يعني انا كثير صوتي صغير ومحدود. ف على المسرح لا فكانت عمتي كنت روح مع عمتي اشتغل كورس كمان يعني بالبي بي سي ونحن وقاعدين هيك بيمرق من ورا الازاز شخصين هن استاذ نزار مئاتي الله يرحمه وشوشو الله يرحمه
بيطلعوا هيك اجوا لي قالوا لا لعمتي قالوا لا مين هالبنت الصغيرة قالت له بنت عم بنت خيي قال لي يا عمو بتنزلي تشتغلي معنا قلت له ما بعرف وانا ما يعني انا قد ما كنت كتير خام يعني بيتنا بالأشرفية ما بعرف انزل على البرج واطلع لوحدي يعني اذا عمتي ما معي فاشتغلت عمتي معي تقريبا شي سنة بالمسرح لحتى تاخذني وتجيبني ايه ومشي الحال الحمد لله يعني لها فضل كثير كبير كمان إيه اكيد على إيه مسيرتك الفنيه طبعا خلينا قبل ما نكمل حديثنا نشوف شيء من الارشيف ونرجع ايه طيب بلدي قلبك لكوب البلدي حلوه يا بنيه بلدي قلبك لكوب البلدي فيكي جمال فيكي دلال وسمهر الشرق بلدي يا بلدي برمت الدنيا درب ودرب جنوب شمال وشرق وغرب شفت بعيني بس القلب ما بعمره استحلى ولا حب غيرك يا بني بلدي كنا هلا عم نشوف نحن شو انا انت انا انت مسلسل انا انت لمطرب الله يرحمه فهد بلان هون كنتوا مجوزين لا كنا هون بعد بداية القصة بعد هيدا المسلسل جوزنا ايه هون تعرفت عليه ايه لا ما بعرفه انغرمت فيه ايه هو كمان يعني مش هو انغرب فيه اكثر يمكن بس يمكن زواج ما كتير دايم ايه لا في يعني ظروف وعنده أصحاب هيك ما كانوا قد بقيتوا تقريبا؟ شي سنة تقريبا قد برأيي اثنين أشخاص اللي بيكونوا اثنيناتهم بمجال الفن يمكن صعب بيكون عليهم ما بعرف حسب يعني في ناس ما هيدي مكتوب لهيك زيجة إنه تضاين هيدا السؤال ايه حظ يعني الزواج هو حظ يا ربنا كاتب له للانسان انه يتزوج ويعيش عمره كله مع شخص واحد وانا كنت بتمنى اني يعني اعيش كل عمري مع شخص واحد بس ما زبطت كل مره يطلع لي يا الاهل يا الاصحاب يا الام يا الاخت بيقولوا عنه كان كتير كريم ايه مع اصحابه كتير ايه هلا بالبيت عادي هون بالتلفريك بالتلفريك هيدي لا تيلي لوميير مقابلة مع تيلي لوميير هيدي مع سيزار إذا ما نرجع عن تجربة الزواج مع فهد بلان عم بتقولها دامت يمكن شي سنة تقريبا كيف كانت التجربة معه خصوصا أنه مع اسم هالقد كبير شوفي كانت الدنيا مثل بداية حرب كانت يعني هيك الجو مش كتير مزبوط بهيديك الايام بلشت الحرب اللبنانية وصار يعني هو بده يروح على السويدة رحت معه على السويدة بعدين جينا على بيروت صرت مثل حياة مش منا مستقرة ايه وهالقد هاي بتكتفي بهيدا القدر من الله يرحمه خلاص بدنا نرجع عند بس هو كثير طيب قلبه كثير طيب وانسان بريء جدا ما تشوفي يعني جتته هيك وضخامته عنده قلب مثل قلب العصفور وما بيأذي حدا ما بيحكي على حدا كثير محترم يعني ايه يمكن هيدا الشيء اكيد جذبك تجاهه ايه كان محترم نعم دنيا هيك رجع انكتب لها عمر جديد ورجعت تصورت عن جديد بنسخة جديدة وانت شاركت فيها صح بين الأولى والثانية شو يلي تغير؟ سكريبت بأمال عفيش وبالسكريبت أنا العمر بالنسبة لإلي العمر بس ضليت ألعب كاركتير شويكار هو ذاته يعني ما حدت عن الطريق بس في عندك سكريبت في عندك الحوار في عندك إيه هو مهم يعني كان مش والاخراج الاخراج عادي يعني ما كان في شيء بس دخل له الفوركات الصبايا الحلوين اللي اشتغلوا معنا
كان في ناس حبوه في ناس ما حبوه، بس لكل زمان دولة ورجال. هيدا هلا هيك. نعم. شاركت بكتير أعمال يا صبر أيوب، بال 67، المراجل، أخوة شناي، عذاب الأمهات وغيرها، مع شوشو وذكرى مرور وفاته لشوشو. شو بتخبرينا عن هالتجربة الغنية مع شوشو؟ شوشو كان أستاذ نزار كان يقلنا يعني ممنوع نزيد كلمة أو حرف على السكريبت، بس شوشو الله يرحمه كان مسمح له. كان يقلنا أستاذ نزار إنه شوشو الراس ونحن أعضاء، يعني نحن مكملين لإله. بس هو ما كان يشوف حاله علينا، بالعكس هو كان يحسسنا إنه هو أقل منا، يعني كان إنساني، كان قلبه طيب، يحبنا كتير، كان كريم كتير، كان مثلا معاشاتنا يعطينا اياهم صيف شتاء، يعني وحتى بالصيف لما نعمل حفلات اكسترا كان يعطينا كمان، فكان كتير كريم. هو كان مسرح يومي، ايه كان مسرح يومي، كان في مسرحية من المسرحيات الحق عطليان، بعد 6 شهور اضطر استاذ نزار مقاتي بده يغير، فشيلها كومبلي، يعني سكرنا الدنيا هيدي العرض تبع الحق عطليان كومبلي، فكان مسرح كتير ناجح. بعدين نحن ما كنا نروح على جمعيات ولا نروح على مدارس ولا نروح على العالم، هي كانت العالم هي تجي. مرة بتذكر انه قالوا المسرح الوطني بيحوي على نص ميزانية البلد، لانه كان في صفوف ادمانيه قدام هدول الكراسي لونهم احمر وابيض، ثلاث صفوف في اي بي، ثلاث صفوف هولي، فكانوا ثلاث ارباع السياسيين موجودين عنا ووجهاء البلد، فكتبت الصحافه انه عروض يوميه وكل يوم كان يبقى الجمهور يوميه وكومبلي من عدا التنين هو اوف. وبعدين بالاضافه لهيك انه سبت واحد نشتغل ماتيني وسواري، وبالاضافه لهيك كان عندنا مسرح اطفال، يعني نهار السبت والاحد نحن نفوت على المسرح الساعه 1 نطلع الساعه 1 بالليل. يعني قديش بيفرض التزام المسرح على الممثل، اكيد من خاسته يكون متوفر للوقت الاداء. كنت عم تحكي حتى انه شوشو كان مسموح انه يظهر خارج السكريبت، بس وقتها برايك يرتجل انتم كممثلين ومطلوب منكم تلتزموا بالنص تبعكم، قديش كنتوا تقدروا يمكن تلحقوا له او لحق له؟ بتشوفي شو يحكي معنا تحت شواربه انت لحتى يضحكنا؟ يضحككم على المسرح، ممنوع نضحك، ممنوع نضحك. شو كنتوا تعملوا؟ منجبر نضحك، يخصم لنا استاذ نزار 5000، كان يعملها قصد، 5 ليرات، اخر الشهر تقريبا نطلع بلا معاش. بتضلكم عم تضحكوا بالمسرحيه؟ ايه بس يرجعوا يعطونا. شو بتتذكري من هدول؟ مره في بالحق عطليان ابراهيم العاشلي الله يرحمه ببس لي ايدي، وكمان يعني بوجه تحية للممثل سمير شمس كمان كان معنا، فكل يوم يقول لي أنا إيدي مش بشعين، إيدي حلوين، يقول لي إيديك بشعين، إيديك بشعين. انقهرت أنا، قلت رحت عند عمتي هيك معصبة بالبيت عم بحكي، قلت لي شو بكي؟ قلت لها هيك هيك، قال لي كل يوم بيقول لي هيك ابراهيم، بيقهرني لانه نحن لازم نحكي بس ما ينسمع شو عم نحكي، عرفتي كيف؟ ايه يبين انه ليبسينج انه نحن عم نحكي. صح. المهم قلت لي حطي له حر، رحت انا قبل كل شيء ما بنقدر نعمل شيء الا ما نسال استاذ نزار مئاتي، قلت له استاذ نزار، قال لي شو؟ قلت له ابراهيم كل يوم هيك هيك، بيقول لي انا كان يدللني كثير، يقول لهم هيدي كوكيت المسرح ما حدا بيقرب صوبها، كان يحبني كثير لانه كثير كنت خام، واذا حدا حكيني كلمه يعبق وجهي واقعد على جنب واستحي. ايه المهم رحت خبرتي؟ خبرته، قلت له انا بدي احط له حر لابراهيم، قال لي ايه بس مش هلا بالسواري،
هي تقريبا باخر المسرحيه. كنت هون ماتيني. ايه اوكي. بقى سواري لما انا بدي اعملها سواري اعملها. ايه فرحت انا جبت هيدول قلب العصفور فركت ايدي هيك من قهر منه. يا حرام يا برهوم الله يرحمك يا حبيب قلبي. حطيت هيك وهو لما اجى هو لازم يبس لي ايدي. ايه انا شو استغليت الفرصه انه هو حط ايده على ايدي على تمه وروح يا امال فاركه هيك تمه من قهري. هو بالمسرحيه بيقول له جيب الحر للعصفور لحتى يغني. بيقول له جيب حر بيقول امالح فيك امالح فيك. يا ويلي امالح فيك. ما عارفين ما حدا بس استاذ نزار ما حدا عارف غيره. استاذ نزار بالارض من الضحك. هيدي ضربه منتو مع الله يرحمه ابراهيم. هيدا موقف كثير حلو. ايه بس شوفي شو صار فيي انا والجرايد والمجلات كتبوا من حفر حفره لاخيه وقع فيها. رحت على البيت انا بدي اغسل وجهي بعد الميك اب. الميك اب بس لانه خلص الوقت. انا غسلت وجهي وهب وجهي حر بس هيك بدي اقول لكم. هيدي الحفرة. شكرا لك امال عفيش. نحن انبسطنا بلقائنا معك. هيك حكينا اكيد مواقف كثير حلوه صارت معكم بس السياسه هلا عم بتدق عم بوقتها. صار وقتها مع زميلنا عم بيزاحمونا صاروا اشهر منا. صباح الخير سلمان. صباح الخير لجوال ولبياريت ولضيفنا نائب الدكتور عماد الحوت. تحيه لضيفتكم الفنانه امال عفيش. الحمد لله على السلامه بياريت بالاول. ميرسي شكرا لك. اسم ولي العهد كريستوف. اوكي السنه الجايه شو في؟ لا السنه الجايه بريك بوعدكم. لانه زميلتنا الحمد لله على السلامه. كل سنه ولد. بالعوده للموضوع اليوم هو الموضوع الامني اذا صح التعبير من كافه الجهات. الموضوع الامن كامن موضوع الجنوب. كلام السيد نصر الله الاخير عن انتهاء قواعد الاشتباك بين لبنان في اطار يعني 1701 واسرائيل. موضوع الامن ايضا على الحدود الشرقيه. محاوله ايضا للمتطرفين وصد الجيش اللبناني في منطقه راس بعلبك. موضوع عمل الحكومه الامن الاجتماعي واعتصام كازينو لبنان. وفي هذا الاطار موضوع المؤسسات وبالتالي ما يجري من توظيفات وغيره. عمل الحكومة والملفات الموجودة وبالختام موضوع اللاجئين. نعم سلمان. التفاصيل من تبعها بتمام الساعة 9:05 بعد موجز الأخبار وعلى www.churchertvnetwork.com. أنا بقلكم مرسي كتير وسلام خاص وبوس كبيرة للشيخ سعد ومرسي كتير للتلفزيون لكل العاملين هون. انا بشكركم دائما بتفكروا فيي وبتجيبوني. شكرا لك واهلا فيك. شكرا حبيبي. نحن رح نعطيكم موعد بكره بحلقه جديده. بنتمنى لكم نهار احد حلو. باي.